الشهادة الكبير تعالى، سواء من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخدم بيدي وسائل النهار. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق وخليله، من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين العمياء وآذان الصم قلوبا أخرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فلله الحمد ما زلنا نتحدث عن المشاكل الأسرية وكيف عالجها الوحي. ومن أعظم ما وضعه الله لنا من قواعد هذه الآية الجامعة الفاذة، قوله تعالى التي جمع فيها كل أصول وقواعد الأخلاق، وفيها يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. أنمحنا بالأمس على خذ العفو، وبقي معنا يعني حقيقة توضيح ضروري في قوله تعالى: وأعرض عن الجهل، لأن هذه سر المشاكل. فسبب المشاكل أن يصدر سلوك غير سوي من المرأة ومن الرجل. رب العباد سماه جاهلية، سماه جاهلية، سلوك غير موافق لشرع الله أو هدي رسوله. كل سلوك يسلكه العبد لا يفاخر يوافق الكتاب والسنة، رب العباد سماه جاهلية، ونهانا أن نجعله مصدر لعملنا أو نحتكم إليه. لذا يقول تعالى يعني: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فجعل مقابل حكم الله كل حكم عدا حكم. هتقول لي أصل العرف، النظام، العائلة، القبيلة، العادة، كل ده يسمى جاهلية. حكم الله يرد كل هذا. أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. إذا كل سلوك يصدر منا غير موافق لكتاب السنة هيوقعنا في الحرج، وهيوقع الطرف الآخر في أذى. صدر من المرأة سلوك جاهلي، أو صدر من الرجل سلوك جاهلي، أو صدر من الابن سلوك جاهلي، كيف نتعامل معه؟ رب العباد وضع لنا قواعد دقيقة جدا جدا في التعامل مع الأخطاء، مع الأخطاء، مع السلوكيات الجاهلية. هنا في الآية أجمل، قال: وأعرض عن الجاهل. فأعطانا أول خطوات، الإعراض أول خطوات. لماذا أعرض؟ وقع خطأ في حقي، أخطأت امرأتي، أخطأ ابني، أخطأ أخي، أخطأ زميل، أي خطأ وقع من أي شخص في حقي سيحملني أنا على الخطأ أو على الغضب، البداية الغضب. فرب العباد أمرني خطوة أولى أن أعرض، قال: أعرض عن الجاهلين. لماذا الإعراض؟ الإعراض ليس إعراض فر، الفر أن أتركه في معصيتي يعيش بها ويموت عليه، أتركه بعيبه يحيا بها ويموت عليه، أدخل جهنم. لا، الإسلام أدرنا هذا أبدا، لكن أمرنا بالإعراض هنا إعراض كر. الإعراض أوله والكر بعده. فالإعراض لأعالج أنا نفسي قبل أن أعالج غيري. علاج نفسي من أمور: أولها الغضب، الغضب سيحملنا عليه الكبر، سيحملنا عليه أثر الخطأ، ورب العباد سماه في القرآن الغيظ. الغيظ أول ما تغضب تبدأ إيه؟ تفرك. اشتد الغضب تحرك، اشتد الغضب تشتاط غيظا، تولع، تسخن بلغة العصر. واضح؟ كل هذه مراحل الإسلام عالجها مرحلة مرحلة حتى ندرك هذه الحقائق لنتعلم كيف نتعامل. هذه القواعد، هذه النصوص ما جاءت لنجعلها وراء نظرية، إنما نجعلها واقعا عمليا حيا في حياتنا، في سلوكياتنا، في بيوتنا، في بيوتنا مع نسائنا، مع أبنائنا، مع زملائنا، مع كل من يمكن أن يقع الخطأ منه في حقنا، قاسي أو جاهل.
فإذا أول المراحل الإعراض وأضع في ذهني أن هذا الإعراض لعلاج نفسي، حتى إذا أقدمت على عمل أقدمت على وصيرة لا على انتقام وثورة. النفس البشرية بالثور وتغضب لنفسها وتود الانتقام. إن بدأت قبل الإعراض بالتصرف وقعت في هذا يقينا، وقعت في أنك ستعاقب الطرف الآخر، بل قد تخطئ أنت في حقه أشد من خطئه. والإسلام أمرنا أن نكون مسلمين أولا، فأعرض عن الجاهلين. الإعراض هنا لتصحيح حالك، لتقويم نفسك، لعلاج أمراضك قبل أن تخدم على علاج غيرك. واضح المعنى الدخيل ده؟ يبقى ده الغرض من الإعراض. طيب أعرض، أعمل إيه؟ أعرض. النبي يضع لنا القاعدة، أول بداية الغضب بسبب الخطأ الفرج، نهانا أن نفرج. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرج مؤمن مؤمنا إن كره منها سلوكا، لو الخطأ أو الجاهلين، رضي منها آخر. يبقى أول معالم التعامل مع الخطأ هذه المرحلة، لا يفرج. ثم انظر كم يساوي خطأ المخطئ أمام حسناته، أمام الخير الذي عنده. امرأتي أخطأت، لكن زوجتي، عشرة عمر، أم أولادي، تحملتني سنين، كل الخير الذي فعلته لا أنظر إليه وأنظر الخطأ وحده، هذه مصيبة. أنا مطالب قبل أن أفكر في خطأها أفكر في حسناتها وإحسانها إلي وعطائها لي. إذا كان لها يد علي وفضل علي وخدمتني وربت أولادي وحملت وأرضعت، حملته كرها وأرضعته كرها، الولد الرجل حمله خف ووضعه شهر وانتهت قصته. الأم حملته كما نص القرآن، حملته كرها ووضعته كرها. وصينا الإنسان لوالده إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، معاناة آلام تعتصرها تسعة أشهر. أنت نفسك تتحمل حمل ابنك ساعتين، ساعتين بس، تحملته في بطنها تسعة أشهر، وعلى يدها في الروح الجاية سنتين رضاعة، كم تتحمل أنت؟ طيب الولد ولد في طفولته، من يحميه؟ لا طاقة له على الحماية، لا أكل، لا قوة، لا قدرة على الحماية. الذي عوضه هذا كله الأم. الأم، انظر لهذا، تذكر أمك فعلت معك هذا، ولولا هذا ما نشأت ولا ربيت ولا كبرت ولا كبرت. ندرك هذا المعنى، تذكر. إذا عانت، عانت في تعليمه الكلام، كم صبرت عليه عشان تعلمه كلمة واحدة؟ با با، ممكن تأخذ معها ثلاثة أشهر. كل يوم قول يا ابني با 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 با، حتى أنطق. تستطيع أنت أن تعلمه كلمة واحدة في السنة الأولى؟ إن بكى صرخ، لو في أشد حالات نومها تستيقظ ابني حبيبي، وانت سيادتك نايم ومطرمخ، تذكر أنها عانت وقدمت وبذلت جهد كبير. أليس هذا كله خير أعطته لك ولأولادك؟ في النهاية الولد يسلم لمن؟ لك فلان ابن فلان ابني. طب كلام وخلي عندك دم. عانت، هذه المعاناة. ألا يغفر كل هذا منها؟ خطأ وقع منها؟ وسنوضح، قد يكون الخطأ أسباب خارجة عن إرادتها. إن شاء الله سنتعلم هذا خاص. الأسباب الخارجة عن إرادة المرأة التي توقعها في الخطأ، أو مراحل وقوعها في الخطأ، لها مراحل ثلاثة سنوضحها إن شاء الله تعالى. المحن على واحدة في درس سابق، لكن معنا مرحلتين يحتاج لتفصيل.
إذا تذكر ما لها من فضل عليك وعلى أولادك وعلى حياتك، كم طبقت، كم بذلت من جهد، المعاني دي قد تغيب على كثير منا في معنى الزوجة، ودي من أحد أسباب النزاعات في البيوت. الرجل فاكر إن هو سيد، ما دام بيشتغل ويجيب فلوس ينفق، عايز الكل في خدمته، عبيد له، والمرأة عبيد، عايز عمل عبيد لا، هي أسيرة صحيح، لكن ليست عبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من عوان لكم أي أسيرات عندكم، لكن إنسانة حرة ليست عبد، لا تستعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: متى استعبدت الناس وقد ولدته امواته حرام. انسانه حره، ورب العباد جعلها تحتك لخدمتك، تقابل الخدمه اللي تقوم بها لك ولولادك، انك انت عايز تستعبدها كمان. ليه ما شفتيش دي؟ ليه ما حطيتيش دي؟ ليه ما غيرتيش دي؟ وعايز تسيب بقى ايه؟ يخلق التوب ويرميه ويطلع تشيل وراه، يخلق مش عارف الفتنه ويتاخدها وراه، ايه ده؟ طب ايه فين دورك؟ الاشد الجانب الذي تحتاجه المرأة العرفان لها بالفضل، هذا جانب خطير جدا يا اخواتي، الاقرار لها بالفضل وما قدمت. على سبيل المثال، انت طول الليل بتشتغل وهي في البيت دارسه دايما، ولا بتطبخ لك وتغسل لك ولاولادك وتنظف وبتشيل يعني من الاطفال عزك الله يعني فضله، انت ما تتحملش تنظف في اليوم مره، بتنظف كم مره في اليوم؟ وتغير بامبرز وتغير، ندرك ما طاقتك انت على هذا، ما طاقتك على تحمل بكاء الصبي. هنديك الطفل الرضيع ده ساعتين هيوقوق معاك، تعرف سكته؟ ساعتين بس، ها؟ يا ابني ما انت نظيف زي الفل واكل زي الفل، بتعاط ليه؟ يا ابني افهم، انت لا تفهم، انت لا تفهم انه لا يعرف لغه الغير اصلا ولا يصل اليه. ده مش عايز طريقتك دي، عايز الام. وان اخذت اعلى شهاده الدكتوراه كيف تتعامل مع طفل المكان؟ رب العباد ضعف عقل المراه لتكون بين الرجل وبين الطفل، وده من ترتيب الله العجيب، فجعل عقل المراه في المنتصف ما بين الطفل والرجل، لتكون اقرب للطفل واقرب للرجل. الطفل اللي بكى تعامله مع الاطفال، اشتك مشتك شوشو توتو يسكت الولد. انت دي بالنسبه لك حركات عيال، تصرفات تستنكف ان تفعلها، لكن الام تفعلها. ندرك هذا المعنى، بل من اقدار الله، عشان نعرف بس مش انت بس، مش هي العقل ضعيف، انت نفسك في شبابك كان عقلك في نهايته. طب ولما تكبر هيصغر تاني ويضعف تاني، حين تكون جد، كما قال تعالى: ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ها؟ راح نص عقلك. ليه؟ لماذا؟ الطفل يا اخواني المربى في كنف جدي اسعد ممن يحرم من جد. الام في السن الاولى تكسب ولدها الحنان والعواطف والنصح والرق والوداع، من يكسبه الرجوله؟ ابوه مشغول. رب العباد ضعف عقل الجد حين يتفرغ لتربيه حفيده، حكم الله عجيبه. في الفتره دي الجد يحبب اليه ابن الابن اكثر من ابن، ويكون عنده مقدره على تربيه ابن الابن اكثر من ابن، ما يفعله مع حفيده لم يفعله مع ابنه في وقت انشغاله وعمله وكسبه ودوره على الحمايه والرعايه، كل هذا اخذ وقته، اكل عمره في هذه السن متفرغ، فيتفرغ لحفيده، ولذلك يكون اقرب للولد من ابيه، والحفيد احب اليه من ابنه، اذا قال مثلا اغلب الولد ولد الولد. ندرك هذا المعنى. في نفس الوقت الولد اكثر انصياع لجده من ابيه،
ليه؟ لماذا؟ إن اختلف الأب والجد، الرأي لمن؟ للجد. فالولد يعلم إن الجانب الرابح القوي جانب جده مش أبوه. جده يحمي من أبوه، لكن أبوه لا يحمي من جده. ولذلك تجده أكثر انصياع لجده من أبيه، وأقرب لجده من أبيه. الجد في هذه المرحلة ولو كان فاسدا لا يسقي حفيده إلا الحكمة، وهذه من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء حتى يستطيع أن يربح كده. إذا ندرك هذه المعاني، المرأة التي بذلت هذا الجهد كله، هذا العطاء الذي يعني يا رب العبادة أنه أعظم العطاء، أعظم العطاء عطاء الأم، أعظم الرحمة رحمة الأم. صحيح الأب يشاركها في كثير من ذلك، لكن هي أعظم منه، لذا قدمت صحبتها على صحبتي، لأن عطاءها ثلاثة أضعاف عطائي. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ بحسن صحبتي، قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. يبقى الأم لها كام؟ ثلاثة، والأب كام؟ رقم أربعة. لأن عطاء الأب للولد في السن الأولى ربع عطاء الأم، فلها ثلاثة، ثلاثة أضعاف ما له من الإحسان والبر. الأم اللي أحسنت لأبنائك هذا الإحسان، أما تستحق منك أن تغفر لها ذلتك؟ لأنك إحسانها لك وطاعتها لك. لما تجد عندك امرأة مسلمة صوامة قوامة حافظة لأمرها، حافظة لنفسها، مربية لأبنائها، عفيفة في نفسها، كم تساوي هذه؟ عفتها وحدها وحفاظها على عرضها يستحق منك التقدير. ورب العباد قدرها لما ضرب مثلا للمؤمنة، من المؤمن في البيئات الفاسدة، ضرب مثلين، مثل امرأة فرعون اللي آمنت في أفسد البيئات، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون في ده تحت فرعون أفسد خلق الله، وبين أمة من أظلم الأمم، فرعون ظالم وجنوده كلهم غلبة، كل الإصابة عنده، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق. أفسد أم وتخرج بين المرأة صالحة؟ إذا قالت رب الدنيا عندك، وضرب الله مثلا امرأة فرعون، قالت رب الدنيا عندك بيتا في الجنة، ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من قوم ظالمين. المثال الثاني قال ومريم بنت عمران كيف نالت هذا الشرف؟ قال التي أحصنت فرجها. إحصانها لفرجها من أدل الدلائل على سلامة إيمانها وقوة يقينها. خلاص عندك امرأة عفيفة عبد ربها مسلمة موحدة، أليس هذا كله شافع لها أمام ذلة تقع منها، أمام خطأ يقع منها؟ يقينا شافع، يقينا شافع. المسلم مطالب أن يرجع، ناهيك أن الله جعل لها حقوق عليك، ليس لك فيها خيار. فقال تعالى نساؤكم حرث لكم، أنت عايز تستمتع بمرأتك، هي موضع النبات حرث أرض خصب، وأنت بتزرع فيها نطفتك لتخرج لك رجال ونساء زي الفل، شهود بنية شهودة. وضحت؟ هذه الأرض الخصبة تحتاج إلى رعاية، ولا تسيب الحشائش تقوا فيها، ولا تسيب الحشرات تقتل كل وليد فيها، أبدا يا إخواننا. التقدمة لنفسك تحتوي كل هذا وتجمع كل هذا. إذا قال أقدم لنفسك، ما الذي أقدم؟ مطلوب أن أقدم لها من الخير ومن البر ومن الإحسان ومن غفران الذلات ما يجعلها في قمة الطاعة لي وفي قمة الإحسان لي.
رب العباد يقول هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ أحسنت إليها تقابل الإحسان بالإحسان أم لا؟ ها؟ فاللي عايز يسعى إنسان أمامك لا سبيل لسعته إلا حسن الخلق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن كثير من الرجال فهم إن يسعى المرأة بماله بالفلوس، أنا مفرق أحلى سكن وأحلى لبس وأحلى أكل، عايز إيه يعني؟ تغنيها بهذا؟ أبداً. تسعها بهذا؟ أبداً. أنت بالنسبة لها ما أصبحت زوج، أصبحت ملك بضيخ المال بس. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديث لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أعظم ما يأخذ بلبه من أمامك وقلبك بسط وجهك وحسن خلق. يقول الإمام الجواني حسن الخلق أمر هين، وجه طلق وكلام لين، وجه طلق وكلام لين، نقابل الخطأ بالكلام اللين الهين لنعالج لنسدد لنقارب، هو ده المنهج الرباني الذي وضعه الإمام. ولذلك سيدة عائشة تقول والله ما رأيت رسولنا إلا مبتسما داخل طالع عن سائل الكل يرى منه من الابتسامة، أليس هذا هادي وسنة؟ ها؟ ولا ده مش هادي؟ هادي وسنة، لكن أنت تبقى جاي من شغل مكوطن مكشر ومش عارف تنفس بيه شغلك تطلع له ليه؟ على الباب في البيت؟ ما ذنبها؟ انسى همك خلي الباب، انسى همك، وخاصة أنها تنتظرك على الحرم كامل وقبل مجيئك تهيئ لك مكانك، نظفت لك فراشك، جهزت لك طعامك، أنت تعرف كم مثلت في طعامك؟ مجهود خرافي، ودخلت واتحرقت في النار يعني ثيابها اتلطخت بالهريوس بالزيت وبالسمنة وغيرها، وبعدين هيئت لك أجمل طعام ثم تضع لك سفرة محترمة، ها؟ وتفرشها لك وعليها الطعام وتزينها لك وتحط لك على السلطة مش عارف ريحانة وعليها نعناعية وتهيئ لك المكان، ثم تخرج بعد هذا لتهيئ لك نفسها بثياب جديدة بطيب وتتهيئ للقائك. المجهود اللي بذلته ده تود أن تشكر عليه، تسمع بس كلمة شكر، كلمة ثناء، كلمة ثناء. وذلك ثم زرع المرأة اللي شكت من زوجها إحدى النساء كان هذا مصدر الشكوى، الشكوى ليس من المال، الشكوى من سوء المعاملة مع إنفاقه، من عدم الشعور بإحساسها وحسيسها وعاطفها. المرأة عاطفة أقرب رجل، ثلاثة أضعاف الرجل، ثلاثة أضعاف، عشان كده استحقت ثلاث مرات حسن الصحبة، ثلاثة أضعاف. هذه العاطفة القوية تحتاج شيء يطيبها. فالمرأة تقول زوجي إذا أكل لف، إذا أكل إيه؟ لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يلد الكف فيعلم البث. دي بتبدأ هتشكو بالذهن، تبدأش يعني أنا وقف اليوم كله أطهي الطعام وجهز الطعام وهيئ الطعام منتظرة، أقل تقدير إني راعي مشاعري، الطعام أمامك وأنت هتأكل هتأكل، الحمد لله الأكل اتظبطت وحدتها زي الفل، ها؟ أقل شيء اشرحني معك هتأكل، هي جلسة منتظرة عيونها عليك، يا ترى هيشركني معك؟ هيراعي مشاعري؟ هيراعي عواطفي؟ هيقدمني على نفسه ولا يقدم نفسه عليا؟ كل هذه الامور يا اخواني بتختلف عواطف المرأة اثناء بدءك الطعام كل يوم عشان بس تتعلم. هذه معاني ساقها النبي صلى الله عليه وسلم بتتعلم منها ادب التعامل. الفطنة التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سماها فطنة، ايه الفطنة؟ اراعي هذه المشاعر، هي جلسة تنتظر، يا سلام لو أول لقمة غمستها في الطعام كده اديتها لها، كم فرحتها؟
منزلتك عندها تطلع السماء. كم كلفك هذا؟ خسرت حاجة؟ لكن كسبت، بكسب كبير جدا. فالولية جلسة، المرأة جلسة تراعيه، أول لقمة هيديها له هو أكلها، طيب جعان أعذره، طب الثانية منتظر الثانية أكل، الثالثة أكلها، الرابعة أكلها، لغاية ما خلص على الطرق، لم يشركها في اليوم. يعني على إيه؟ على الفضل اللي في الطبق. يمكن يسيبها أمد إيدي عليها أشارك فيها، فتقول حتى هذه العسل إذا قدت إذا أكل لف لف، يعني أجهز على كل ما في الإناء، لم يبق شيء من البت ولم يشركني في شيء من البت. وضعت عشان بس تتعلم الأدب، مروح البيت مع الولية اوعى تعمل عامل السنة دي. وصلت إذا أكل لف، طيب أعذر جعان، طب المي امسك كوباية المي، ابدأ بيها وتعلم. هذا فعل سر الخلق، أوقر الخلق، لأن بعض الناس لم يشرك مراده يبقى وقاره تغير عند المرأة. يا سلام، هذه المرأة اطلعت على عورتك، أي وقار بعد رؤية العورة؟ لذا قلت تعالى وقد أفضى بعضكم البعض، يعني تلف عيب، أفضيت إليها أخرجت عليها كل أسرارك. العورة التي لم تطلع عليها بعد بلوغ لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، هي تطلع عليه، أفضيت إليه أخرجت كل أسرارك أمامها، ظهرت كل عيوبك عندها. تذكر هذا، تتعالى وتترفع على امرأة هذه مكانتها، هذه المنزلة التي أعطاها لها رب العباد، أن صارت زوجة ولا حق الاطلاع على كل ما عندك، اطلعت على أسرارك، أفضى بعضكم البعض، واطلعت أنت على أسرارها وعلى أمراتها. إذا ندرك راعي هذا، راعي مشاعرها، خلت عذور، طيب خلاص، دعا، طب يشرب. سيد الخلق كان يفعل هذا، تقول سيد عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الكوب أشرب، فإن شربت أخذ الكوب وأدار ليضع فمه مكان فمي فيشرب من موضع شربه. ده كان رابط الكلام ده تحكيه على أنها يعني قمة المراعاة لشعورها، لأحاسيسها، لعاطفتها. لما فعلنا من ذلك فقد وقاره، ده أول وقار وقمة الوقار. طيب الشركة في الماء، فهي درست تراقبه، مسك الكوباية، يا ترى هيشركني ولا هي زي ما عبد الطبع يقول الكوباية. فعاد التابع أول مرة، ها أول شرط هيكونها لوحده، طب والسبب؟ تخيل لو قدمتها أنت لوحدك وشربت قبلك، مكانتك تصعد أحسن، ولا مكلفك أول شيء. حاجات بسيطة لكن عند المرأة كبيرة جدا 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 جدا، عندك هينة وعندها عظيمة. طيب هذه المرأة تشكي إن أول فم فأخذه، جلست الثاني، طب الثالث، طب العاشر، طب الخمستاشر، مفيش، شرب كوباية. لما تشرب من الإناء وترجع مرة ثانية خلاص خلصته، يقينا فيه قطرات بترجع على الجدار. هذه القطرات عند العرب تسمى الشفافة، تسمى ايه؟ الشفافة، القطرة الأخيرة في الكوب. المرأة جالسة منتظرة، يمكن يخلي الشفافة يشرب فيها، يديها لي في الآخر، يديها اللحظة الأخيرة. لكن المرأة تشكي تقول وإذا شرب اشتف، يعني حتى الشفافة اللي رجعت ما سابهاش، رجع جابها سحبها. وصلت عبارات عربية دقيقة جدا، زوجي إذا أكل لف ما في مشاركة، وإذا شرب اشتف ما
ما في مشاركة، لا في طعام ولا شرب. طب قعدوا جعان وعطشان، لكن أكلت وشربت أكيد يعني استرحت، يبقى تعطي. قالت وإذا نام التلف، يعني أكل وشرب وما أكلت. فرحان زوجي، فرحان زوجي، فرحان زوجي. ومع هذا تقول أعذره، جعان عطشان، هل كان أعذره لكي يعطيني أي شيء يراعي مشاعري. فقالت عبارة عجيبة، قالت ولا يولد الكف، الكف بس فعلا بس، يعني ايه أقل شيء يفعله؟ حط يدك على صدري، عند قلبي، أعطيني إحساس أنك تبحث عن ألامي مع نبضات قلبي. الحديث العاطفي ده يا اخوانا لما جاي تفكروش فيها، المرأة هذه بالنسبة لها هدف. اللي عاش طول عمره لم يراعي للمرأة مشاعر ولا عاطفة، كيف يطمئن لحياة زوجها السنة؟ أنت دمرت مشاعرها، قتلت عواطفها، كيف ترجو منها بعد ذلك العاطفة؟ وترجو منها الأمان؟ وترجو منها العطاء؟ يا إخوان هذه الأمور لابد أن تراعى، لابد أن تراعى، بل كثير من المشاكل هذا سببها، سببها أن الرجل فاهم أنه يسعى المرأة بالمال، فرضك أحلى سكن، أحلى لبس، عايز إيه تاني؟ عايز إيه تاني؟ لا مش عايز كل ده، عايز عواطف. واللي يعطيها العواطف لو من أفقر خلق الله هتعجبها. تعلموا هذه الفطنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس الكيس، الكياسة الفطنة في معنى الإنسان. وجاء الحديث في النص في هذا موضع، الكيس الكيس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدهم من سفره ليلا فلا يأتي أهله، يذهب المسجد ويعطيهم خبر من وصل، فتستحد المغيبة وتمشط الشعث. الكيس الكيس، الفطنة الفطنة، إلزام الفطنة. فأمرنا جاي السفر، جاي المرأة غايب عنها زوجها، قبل ما توصل تديها تليفون أنا جاي، هي جالسة وأنت غايب، لا تتكلف ما تتكلف وجودك من زينة وتجمل. فأنا محيط اديها فرصة قبل أن تدخل البيت أنها تتزين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قادم السفر مش عنده الفلات، يذهب المسجد ويعطي خبر لأهله، يصلي في المسجد ركعتين أربعة ويصلهم الخبر النبي وصل. قال فتستحد المغيبة، تستحد تستخدم الحديدة في تنظيف الشعر المثالي عندها في العامة وغيرها، وتهيئ نفسها لك، وتمشط الشعسة، تمشط يعني تسرع شعرها وتستحمى وتريح حالها لحسن استقبالك، لحسن استقبالك. يبقى من الكياسة أن تعطيها الفرصة لتعطيك ما عندها، وكل ده داخل في قوله وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم راعي هذه المشاعر. تعبان على الآخر حط إيدك على، كما قالت المرأة ولا يولج الكف، فعلا بس اشعرها أنك تشعر بمشاعرها أو تبحث عن مشاعرها. البس الشكوى والأحزان والألام، إنما أشكو بس وحزني. فالمرأة تقول ولا يولد الكف، يعني حتى لضع كفها من صدري ليشعرني أنه يبحث في روضات قلبي عن شكواي وآلامي، عن أحاسيسي، عن مشاعري. المرأة ترضى منك هذا، تقبل منك هذا، يا سلام ده قلبي بيملك نبضة سريعة. كلمتين حلوين مع الإعياء ومع التعب، تقول نبي حبيبي، نبي حبيبي نام، هتنيمك تعب مع انك اكلت وشربت ونمت ما عطيتش حاجه، لكن مجرد وضع الكف دي تغنيها، ترضيها، تطيبها، تطيب نفسها. كل هذه المعاني جاءت من النصوص، لنتعلم ادب التعامل، ادب التعامل
الذي يبلغ المرأة حد قرارت عينها من زوجها. ده إنسان بيراعي مشاعري في زمان عز فيه مراعاة المشاعر. أهل الجهل لا يفهم معاني ولا يفكر فيها أصلا، ولا هناك قوانين، مع أنهم يدعون عندهم تربية جنسية. كل ده إهمال، إهمال. تربية جنسية عشان عليهم بس زي جامع، الحالات بتعرف زي جامع. لكن مقدمات الجماع كيف نهيئ المرأة لهذه المعاني بهذه الطريقة، هذا الكلام جعله الله وحي دين، بل سيد المسلمين جعله عبادة. حين قال: والرجل يضع اللقمة في امرأته له بذلك صدقة. عبادة وأجر. لما أشركها في طعامي وأضع لها اللقمة في فمها، طبعا في فمها أضع لها بالحال الذي يرضيها، الذي يرضيه. لأن بعض الناس يبقى تعبان وإنها كانوا عايز يخلص حط لها لقمة عشان تزور يخلص منها، يبقى أكرمها ولا أساء إليها؟ واضح؟ لا، أنت فمك واسع تجيبها عريضة هي تصغرها على الدم. أنا بحكي هذا الإخوة لأن هذه قضايا عز من يطرحها، مع أن البيوت لا تقوم إلا بها، لا تقوم بغيره. مراعاة مشاعر المرأة وأحاسيسها من أخطر القضايا التي سببت ملايين المشاكل. سمعوني من كثرة عرض مشاكل عائلة، القضايا دي لابد من توفيتها. وأنا أحببت أن أبين هذه المعاني حتى ندرك كيف نتعامل في بيوتنا، كيف نتعامل في بيوتنا، كيف نراعي مشاعر نسائنا اللي تعبانه. دي كلمتين حلوين، كلمتين. المرأة تحب الثناء، شفت توب جديد، يا سلام ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ده انت قمر، ده الفستان بينطق عليك، مش انت بتطاقي، لا الفستان بينطق عليك، انت اجمل منه بمراحل. كان يكلفك هذا الكلام؟ الغزل ده يفعله اهل البطن في الحرام ونحن نستنتف ان نفعله في الحلال؟ ما الذي نهم يا اخواني؟ كل هذه المقدمات اوجبها الله علينا. لذا قال النساء حرص لكم فاتوا حرصكم ان شئتم وقدموا لانفسكم، وجعل التقديم فريضه. الامر ده للوجوب، قدموا لانفسكم. هتقول لي الاصل في الامر وجوب، وخاصه اذا جاء فيه بشاره بالاجر وعقوبه على الترك. وهنا جاء الاثنين، قال وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، العقوبه جايه. ثم قال وبشر المؤمنين اللي اطاعوا نزل والتزم بحق. التقديم لنفسك، انت تقدم نفسك، تهيئ امراتك. ان كانت بتعطيك وهي تعبانه، لكن واحد متخانق معاها ومديها بوكس وعايز يجمعها، حتى لو طاعت لربها وانصاعت لك، عطاؤها لك وهي مضروبه او مهمومه او مغمومه كعطائها لك حال قرارت عينها، يستحيل، يستحيل يا اخواني. المراه اللي تعطي وهي راضيه غير المراه التي تعطي وهي مكرهه. دي بتبقى عطاؤها عطاء المغتصبه. المكرهه تعطيك عطاء عايزه تخلص منك، لا عطاء من تود ان تسعدك وتنعمك وتريحك. لذا جاء الامر بالوجوب، للوجوب. وقدموا لانفسكم، هذه التخدمه فريضه. فلكي نصل لهذه المرحله وقع خطا فالح، يبقى بذل مجهود، عامله طعام ومربيه الاولاد ومراعاه العيال في غيابك، وانت جاي وقع منها كلمه خطا، ولا اديت ان اعرض عن جاني، اعرض وابدا عالج. او العلاج لا تفرق، لا يفرق، لا تفرق. اوعى تسلم لفرحك، اوعى تسلم لغضبك. كيف ادفع الغضب في جنيته؟ النبي علمنا، قال اذا غضب احدكم فان كان واقفا فليغضب،
وإن كان جالسا فليقعد. أنا تعالي. طيب الغضب زاد، قال إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب الشيطان، والشيطان خلق من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. مجرد توضأت ذهب غضبك، صلي ركعتين، قل يا رب اهد امرأتي اصلح امرأتي هتنصلح. ثرت وغضبت وانتقدت وشتمت وسبيت ولعنت، عالجت، وقعت في حلال ابليس، دمرت بيتك، قد تثور فتثور هي على ثرتك، ثرت وثارت هتطلقها، خربت البيت. لابد ان نراعي هذه السنن، لا يفرق. عايز تعالج الفرق وضع لك القواعد. ولذا تقول سيدة عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها، نجد هو شيء عجيب. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر حجز عنه، اعمل إيه؟ فزع إلى الصلاة، توضأ وصلي يا رب. فبث شكوى لله. رب لماذا يحل مشكلة؟ هيستجيب. يقين. هيغير الظرف. هيغير القدر. القدر بيده لا بيدي. القضاء بيده لا بيدي. هدوء نفسي بيده لا بيدي. أنا أفزع يا رب. يبقى تعود أنفسكم. اللي يبدأ هيغضب يغير من حاله. واقف يجلس جالس يقول مفيش يقوم يتوضا ويصلي. دخولك في الصلاة وبعدك عن الموضع اللي يثيرك ويثير غضبك ويثير غيظك يجعلك تهدأ. هدأت تبدأ تفكر كيف تعالج الخطأ، كيف تتعامل مع الخطأ. إذا لما قال أعرض، الإعراض لتصحيح مسيرة نفسك ولتصحيح سلوكك مع ربك قبل أن تفكر في زوجك التي أخطأت. وكذلك المرأة مع الرجل، يعني كان ده بقوله مش خاص بالرجل، مع المرأة بس، ده الرجل مع المرأة، والرجل مع أولاده، والرجل مع خلانه، مع أصحابه، مع أي أحد، والمرأة أيضا مع زوجها، مع أولادها، مع جاراتها، مع صديقاتها، مع امرأة في الطريق. مطلوب أن نتعامل مع الخطأ بهذا النص القرآني، وأعرض عن الجاهل. في وجدت سلوك جاهلي أنا مطالب بالإعراض لأقوم نفسي. عالجت الفرق لم يستمر الغضب، لم أصل إلى المرحلة اللي بعدها. معالجش الغضب، معالجش، لم أعالج الفرق هتحول لحركة، هحرق وأتبطل وأروح واجي. ها؟ إذا استسلمت للحركة دخلت في مرحلة الغلال والغيظ. الغلال والغيظ ده ممكن يوصل لمراحل صعبة جدا. حديث أم زرع ذكر حالات منها. أول الحالات إن الإنسان على شدة الغضب بيحصل غلال في دمه من غير ما يشعر. الغلال ده بره في بره هيجيب لك ضغط دم، هتعيش من عمرك. واللي وصل لمرحلة هذا الضغط في الدم هتجد الدماغ بدل ما القلب بيضخ في الدقيقة 90 ضخة، مع الغضب ممكن يضخ 120 130 140 ضخة. وده اللي بيعمل ضغط على الشرايين. بعد شوية تنفجر. خلي بالك. هتسوق مزارع نفسه. امرأة تصل زوجها مات، تقول زوجي لا بس خبر خايف اتكلم عليه، اني اخاف ان لا اذره، خايف لو تحدثت عنه لا ابقي منه شيء، امسحه بلاستيك. زوجي لا ابث خبر، اني اخاف ان لا اذره، ان اذكره بمجرد ما اذكره بس ايه الصوره اللي قدامي اللي تعودت عليها اللي تعتاد لها، ان اذكره أذكر عجرة هو أجرة. إيه العجرة المجرة؟ العجرة الغضب الشديد اللي يجعل عروق العنق تتصلب. فمع ضغط الدم وطالع نازل عمال يفكر يعمل إيه؟ فتلاقي عروق عنقه اتخشلت اتصلبت واندفخت لكثرة الدماء اللي طالع ونازل فيه. ده العجرة. طب والمجرة؟ لا
لو اشتدت الغضب تلاقي الكلام ده ينزل على قلب على بطنه، فتلاقي عروق بطنه نفسها تخشبت. يبقى عجرة تصلب عروق العنق، وغجرة تصلب عروق البطن، تصلب عروق البطن. إنسان بهذه الآية يبقى ده بني آدم ولا لبس إبليس؟ خلصت، ده ضاع. بل قد يصل به هذا الغضب المرحلة المخ نفسه لا يقوى على الفكر، يقف، يغلق، يحجم على التفكير. هذه مرحلة قد يصل الغضب بالإنسان بها إلى مرحلة سماها النبي في الحديث إغلاق، أغلق عليه عقله، لا مخه شغال ولا قلبه شغال. القلب العقل النبض شغال، طلع الماء غليان كيف سرعة جدا قوي جدا، لكن المخ نفسه فين اللي بيفكر؟ مفيش. القلب اللي بيعمل فين؟ مش شغال. فعطل قلبه وعطل مخه الاثنين، لا فكر ولا عقل، لا حسابات مظبوطة ولا قرارات مظبوطة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فسمى هذه المرحلة مرحلة الإغلاق اللي الإنسان فيها صار أشبه بالمجنون بفاقد العقل أو السكران اللي ذهب بالخمر عقل. وصل هذه المرحلة الغضب يسكن، يسكن، والشهوة ممكن تسكن. وقوم سيدنا لوط أسكرته بالشهوة، إذا قال تعالى لنبيه لما جاء المصرين إنه عايزين يفعلوا الفاحشة مع الملائكة، سيدنا لوط يقول لهم إن هؤلاء ضيف فلا تفضحوا، ها؟ واتقوا الله ترزوه. قال وأولاك تنهك على العالمين، يعني احنا لما حدد اقامتك حدد اقامته، ممنوع تقابل يا رجل. اجرام ما بعد اجرام، اللي وقع في الفواحش جرائمه من حدود ليس لها حد، يعني هم فعلوا فعلا لم يسبقوا اليها في البشريه دي كله، ما سبقكم بها احد عليم. الجريمه ان الانسان يحول فطرته من المراه اللي يستمتع بها وينجب وفيها عرف وفيها انجاب ليضع عضوه في موضع الغائط، شيء يعني لا تصرع عقله. رب العباد يقول للنبي لعمرك، لعمرك عن حياتك يا محمد. الايه الوحيده رب العباد اقسم فيها بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. فسماها ايه؟ سكره. شدة العذاب ممكن توصل السكرة، شدة الشهوة تسكرك، شدة العذاب تسكرك. يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فشدة الشهوة تسكرك، شدة العذاب يسكرك، شدة الغضب يسكرك. وضحت؟ فالغضب ممكن يصل بك لحد السكر، الإغلاق لقلبك والمخك، فلا يعمل عندك لا فكر ولا عقل. الفكر في المخ والعقل في القلب، فلا قلبك يعمل العاقل ولا مخك المفكر يعمل. وضحت؟ إذا ندرك هذه المعنى جاءت النصوص لتذهب تذهب عنا كل هذه البلاء، لا يفرق. العلاج في البداية هو سهل، لكن لو احتد الامر واشتد الغضب الان يصعب. ولذلك جاء الحديث ليعلمنا ان نعالج من البدايه، لا يفرق مؤمن ومؤمن ان كان يبنى سلوكا او يبنى الاخر، يبقى تحل المشكله في البدايه. فعالج من البدايه اول باول. وضحت؟ كل دي قواعد. ليه؟ لان مش المطلوب فقط علاج الغضب، ده المطلوب بعد علاج الغضب من نفسك أن تعود فتتعامل مع مرأتك. كيف تتعامل بعد هذه الثورة؟ بعد هذا الغضب؟ حال غضبك هتنتقم، لا تربي ولا توجه.
ولا تتعامل بحكمة، تتعامل معاملة المنتقم الجبار اللي بيضرب اللي يبطش. وإحدى النساء في حديث أم زرع أيضا تصل زوجها لهذا، تقول زوجي أشنق ما شاء الله طول عرض، طول عرض حاجة يعني إيه هلا بدي زوجي أشنق، إن أنطق أطلق سعد ثورته، لو كلمت أطلقني، وإن أسكت أعلق يهجرني، إن كلمت طلعتني وإن سكت يعلقني يسيبني أروح أجيب التاني. عامل زي ده حال غضبي، قرارات غير سوية غير سوية. ده لو كان يعني إيه إنسان هو نفسه يملك هذه القوة. في بعض الرجال ممكن الرجل نفسه يكون تعبان جدا، تعبان يعني ايه؟ يعني هو نفسه اصلا مع نفسه ضعيف، ما عرفش يتخذ قرار. هذا مرض قد يصيب الرجال قد يصيب النساء، سماه الحديث العي، سماه ايه؟ العي. يبقى مرض العي مرض ممكن يعتبر الرجال ممكن يعتبر النساء. اللي أصيب بالعي في أي قضية لا يتخذ قرار، عايز فترة طويلة عمال أفكر وعايز حد يساعد، ومش عيب إن مرض المكتبة دي، دي من أمراض الصدر. اللي أي مرض أمراض الصدر. أحد الصحابة قال يا رسول الله أنا لا أحسن البيع، ما أحسنش أتخذ قرار في البيع والشراء، أعمل إيه؟ ممكن ابيع واشتري وبعدين ارجع في كلامي. قال ان بعت او اشتريت قل انظرني ثلاثه ولا خلاف، بدل ما الخيار في المجلس خلي الخيار ليك ثلاث ايام عشان تتخذ قرار البيعوميه وبايه وبوزن، ولا تقبل ولا تبقى. علم بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، اللي بتلقي بمرض العي شفاء المسأل. أعمل إيه في الموقف هذا؟ يسأل عالم، يسأل حكيم، ها؟ إنما شفاء العي السؤال. حديث أم زرع فيها امرأة ابتليت بزوج من هذه النوعية، فنعتت وصفته، قالت زوجي عياياء طباقات حماقات كل داء له داء، شجك او فلك او جعل كلا لك. فهمت حاجه؟ اللغه العربيه يا اخوان لسه لودي هذا لغه عربيه. زوجي عياياء يعني بلغ مرض العي عنده منتهى شديد العي، مرض عام العي وصل فين؟ مع كل صغيرة كبيرة غضبان، مع كل صغيرة كبيرة غضبان، نتقلت عياياء طبقة مخ نافي بلغة الكلاسيك، أخواني بكسر لك مخ نافي، ها؟ فعياياء يعني ليس عندهم قدرة على اتخاذ أي قرار في أي موقف، عياياء طبقاء دماغ مقفولة مخ نافي، حمقاء الشديد الجهل ما تعلم، اللي عنده جهل اللي عنده يعني مخه ضعيف لو تعلم يترقى، المتوحد لما تعلم بيرتقي، فما بالك من صاحب العين لو تعلم مع التعلم ارتقي، لكن هو فقط كل هذا عياياء طبقاء حمقاء. النتيجه ايه؟ قالت كل داء له داء، اي مرض ممكن تتخيله اللي عنده، الهم والغم والحزن والغيظ والكبرياء كله موجود، كله موجود، عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء، اي مرض في الدنيا عنده ليه نصيب منه. ها النتيجه ايه؟ قالت شجعك او فلك او جعل كل لك، تصرفه التصرف الاحمق الجاهل اللي مش عارف يتصرف، يعني ايه؟ شجعك يعني ضرب الفتح راسك، أو فلك ضرب قطع ظهرك، أو جعل كل التي فتح راسك وضرب الدنيا.
حرام. وضحت؟ شجك او فلك او جعل كلا لك. الحديث يخبر ان نذكره ده حديث صحيح الزوجات. وكل دي يعني معلومات ساقها النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منها هذه الادات. كيف ندفع عن انفسنا العين حتى لا ترتب عليه هذا الاثار؟ تخيل المرأة رجل شج راس المرأة قطع او قطع ظهرها، في الشرع لها حق القصاص منه. لو تفكر بمعنى ان مراتك يبقى لك الحق تفتح راسها، لا، لو فتحت راسها شرعا الشرع يطالبك انك انت تسلم لها رغم انفك وتفتح يا راسها زي فتحت راسها. فكلام مخالف عن الاداب، في حدود وفي قصص، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. ما توصل لا تصل بنفسك للمرحله اللي تقع فيها جريمه مع امرأتك. لذا جاءت النصوص لتضع لنا القواعد للعلاج من البدايه. ها، لا يفرق مؤمن المؤمن ان كره منها سلوكا نضد الاخر. عالجت الغدفر ولم تقع لا في مرحله حرب، وقعت في الحرب تعالج، وقعت في الغيظ تعالج. والنور القران نص على هذا، فقال تعالى: والكاظمين الغيظ. يعني وصلت بهذا الغيظ مش هسيبه، والا هبقى مدمر. انا مطالب بكظم هذا الغيظ اللي ولد الغيظ الخطا، الجاهليه اللي وقعت في حقي من امرأتي او من ابني او من اي انسان. انا مطالب مع الغيظ، الغضب اللي وصل لمرحله الغيظ دي، اكتم غيظي، اكتم، لا اسلم له. لو سلمت الغيظ كاف ان يدمر امه. اقوى امه في التاريخ دمرها الغيظ. اقوى الامم في التاريخ من؟ دوله فرعون. اقوى دوله عسكريه في التاريخ، وياتي بعدها زمان. اقوى دولتين عسكريتين في التاريخ. لذا يقول تعالى: هل اتاك حديث الجنود؟ سموه ايه؟ الجنود العسكر فرعون وثمود. وقدم فرعون على ثمود مع ان فرعون في التاريخ مؤخر عن ثمود، لكن في القوه البطش فرعون مقدم على ثمود. نفهم يا اخوانا ثقه القران مش كلام، ده كلام عايز احكيه. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فرعون وثمود ايه اللي دمر فرعون؟ الغيظ. ربنا ساب الغيظ ده يغلي في قلبه لغايه هو اللي رجعه لغايه ما دمرهم به. لذا يقول تعالى: واوحينا الى موسى ان اسر عبادي ليلا. لما رب العباد وصل لمرحله الغيظ دي خلى سيدنا موسى يهاجر وهم معه. واوحينا الى موسى ان اسر عبادي ليلا انكم اتبعوه، مش هسيبهم. ما دام وصل لمرحله الغيظ ده اللي يتركوه هيدمرهم وهيدمرهم. خلاص وصل نهايه الغليان. النتيجه ايه؟ تصرفات لا ضابط لها في منتهى البطش في منتهى الاذى. اذا قال ان اسر انكم اتبعوه، ثم اسف المشهد الباقي يقول: فارسل فرعون في المدائن حاشرين في كل مصر. مصر في هذا التوقيت ما كانت مصر عليه. مصر في زمان فرعون كانت تبدا من دجلة الفرات في العراق، تاخذ العراق والشام ومصر وغرب ليبيا وجنوبا لغايه منابع النيل، لغايه اثيوبيا واثيوبيا ورواندا وبروندي. كانت دوله ضخمه. تخيل لما ارسل في كل هذه البلاد يطلع كل القاده والسياسات، الجنود والضباط والعساكر والوزراء واصحاب الاموال، لم كل دول بالجزمه بالقهر. ها، ان هؤلاء فارسل فرعون في المدائن حاشرين، ان هؤلاء المؤمنين لشرذمه قليلون. طب انت في دوله ضخمه، ماذا يدرك ان يبقى الا مؤمن في بلدك؟ لكن مع
المحدث لا يحتمل رؤيته ولا وجوده ولا حياته، لا في البلد وخارج البلد. طلعوا فرين يفر وراه هجمهم، عايز تبرر ان هؤلاء لشرذمة قليلون، بس لا وانهم لنا لغائظون. يبقى سبب الثوره دي كلها كان ايه؟ الغضب اللي وصل لحد الغيظ. وانهم لنا لغائظون وان لجنا عذبون. الغيظ اللي خلاه طلع كل القدر الساسه لقوم بالواحد، عشان رب العباد يبدا قلبه غيظ عشان يلم دول لقوم غرهم مره واحده. لذا قلت تعالى فاخذناه جنودا فاخذناه يعني. بمرض الغيظ رب العباد خرجهم من ايه؟ من كنوز وجنات وقصور ولعيب لقوم بالواحد بقصر العمر وغزو الثلاثه ورمى في الهدف. عباره عجيبه فاخذناه وجنودا، فزي ما بترمي عزك الله المساخه رزق ربنا واحد. رب العباد لم كل هذه الوساخه وفي لحظه ربنا فاخذناه وجنودا فنبذناه في اليم. اذا ندرك الغيظ سبب دمار امه، فما بالك بقى لو الغيظ تتملك من تحتي؟ هتفتكر انه ليه؟ في مرادك وفي عيالك وفي من اغضبك او اخطا في حقك. يبقى انت هتعاقبه؟ لا، ده انت هتفتري عليه وتعتدي عليه وهتخرج من دائره انك انت واحد ياخد حقه لواحد يسلب الاخر حقه. لابد ان نتعلم هذه الاداب يا اخواني. اذا كنت كاظم من الغيظ تعلمت كيف تفكر غيظك ياتيك الامر من الله بعد كظم الناس ولا عارفين عن الناس. يا سلام، سبحانك، ما احلمك، ما اعظمك، ما اجلك، ما احكمك. كظمت غيظك زال عنك غضبك. طيب اللي اخطا في حقك ده هتسيبه وش النار؟ قالوا العافين عن الناس واعتدى عليك اخطا في حقك. لو مات بذنبه هيؤذيها بخير، تترك يموت على هذا؟ قالوا العافين عن الناس، ولانه عن الزوج، عن الناس، كل الناس. لو في او احقهم زوجه، احق الناس بحسن الصحبه زوجه، بعد امه زوجه. ولا عارفين عن الناس. عفوت واستطعت تتحكم في نفسك ياتيك الامر الثالث، قال والله يحب المحسنين. يعني مطلوب ان تحسن اليها بعد خطاياها. اعمل شيء بعد الغلط كمان احسن اليها. ايوه، مراتك، ابنك، بنتك، صديقك، جارك، رحم الله الرشيد. خليفة المسلمين وجلس على عرشه مستقبل ضيوفه، جاء بعض الطعام فالجارية لب الطعام فأمام الخليفة ترتعد فتعثرت في السجادة فسكب الطعام كله على مين؟ على هارون الرشيد. غرق في الطبيخ، كان ملوخية ولا فاكهة جاتهم فوق التعب. فالبنت تدركت نفسها الجارية، قالت يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى لقد لا انا ابلغت وشي خلاص سنهر وحرق ده لسه هيبقى في الدم وهيعدلنا عايز استحمى قبل الضيوف وراه مصالح ودار دم. فتداركت نفسها قالت يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين يقول تعالى لقد ظلمت غيظا. قال مجرد تذكرته قال كذبت غيظا. قالت يقول تعالى بالعافيه عن الناس. قال عفوت عنك. قالت يقول تعالى والله يحب المحسنين. قالت هذه فأنت حر، ما تصحش عبد العزيز. اذهبي فأنت حر. كان واقفين عند حدود الله يا اخواني. مطلوب هذا، والكاظمين الغيظ والعافين الناس، وخاصة إذا كان اللي أمامي ده صاحب قوة أو صاحب سلطة يستطيع أن ينتقم أو يعتدي. ما لم يربى على هذه القواعد سيقع في جرائم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
إذا هذه أداة لابد أن نراها. خلاص يا شيخ؟ كم باقي؟ ربع ساعة. طيب جيد جيد، نكمل الموضوع. كلام شيق ولا بشيق؟ شيق. درس النهارده تعض عليه بالنواجس. صح. خلاصة القول أن الله أمرنا مع الغضب إذا عالجنا الغضب من أنفسنا قبلنا بكظم قيس حتى لو صرنا حتى قيس. يبقى لو تجاوزت مرحلة الفرد والحرب ودخلت على مرحلة الغيث مطالب في كل مرحلة تعالج أول بأول. عالجت الفرق لم تصل للغيث، لم تصل حرك أصلا. عالجت الفرق والحرب لم تصل للغيث، وصلت الغيث مطلوب عالج الغيث. يبقى مطلوب في كل مرحلة حتى لو ضعفنا نعالج التي بعدها حتى نصل لحد الإجرام والعدوان. واضح؟ يبقى اعرض عن الجاهلين الاعراض. ده مدرسه يتعلم الانسان فيها كيف يقوم نفسه، كيف يصحح هو سلوكه اقواله وافعاله. يبقى الاعراض هنا اعراض علاج، علاج لمن اخطئ في حقه، علاج لمن اعتدي عليه. فإن عولج صاحب الحق في الانتقام والعدوان حلت المشكلة. يبقى أول مفاتيح حل المشكلة أعرض عن جهلي. عرفت القاعدة؟ وتعود نفسك على هذا، لأن هذا أمر من الله لك. إن أي سلوك جاهلي يصدر من أي إنسان أنت مطالب أن تقابله بالإعراض لعلاج نفسك. الأمر هنا بالجوب. وأعرض عن الجاهلين. لسه ما دخلناش على إيه؟ كيف أتعامل مع الطرف الآخر؟ لسه شغالين في نفسك أنت أولا. عالجتها، زكيتها، سلمت بها، ده الأمر المطلوب أولا. أنت بتصحح نفسك وتصحح مسيرتك مع ربك وتعالج نفسك بنفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ان لم تحاسب انت نفسك من يحاسبك؟ ان لم تقوم انت نفسك من يقومك؟ فابدا بنفسك فانهى عن غيها فان فعلت فانت حكيم. يبقى اعظم الحكمه ان تعالج انت نفسك بنفسك، تعالج اخطائك، تعالج نقاط ضعفك، غضبك، ثورتك، غيظك، عدوانك. يبقى اعرض عن جهلين لعلاج نفسك. ولابد لنا من هذا العلاج يا اخواني، لان حياتنا لا تقوم بغيره وديننا لا يقوم بغيره. الذي لا يعالج نفسه بنفسه من يعالجه؟ عايز العلاج ياتيك من السماء؟ رب العباد هو اللي يحسن اخلاقك. ان لم تسعى انت لتحسينها من يحسنها. كل أخلاق إخواننا بتكتسب. دع عنك، هناك أخلاق موهوبة كما وضحنا قد يولد العبد بها، لكن مش كل الناس موهوبة ولا في كل أخلاق موهوبة. قد تهم خلق، مهمتك في خلق، بقية الأخلاق لست فيها موهوبة بل قد تكون معيوب. فلا بد من علاجها، لا بد من علاجها. فابدأ بنفسك فانهاها عن غيرها، انهاها عن أنها تجاري هواها، تجاري شياطينها. فإن فعلت فأنت حكيم. يبقى الحكمة تستوجب أن نعالج أنفسنا بأنفسنا أولا. إن تمكنت من نفسي وعالجت ثورتي وغضبي ورعيت هذا من نفسي، أنا أصبحت مالك نفسي وليس لنفسي هي التي تملكني. وشتان بين من يحكم نفسه ومن تحكمه نفسه. مطلوب اعرض عن الجاهلين لعلاج نفسك بنفسك وعدم الاستسلام لنفسك ان تتلاعب بك. فما بالك لو ضم لنفسك الهوى؟ هيذل انفاسك وانفاس اللي خلفوك.
لابد من هذا الآيات. لذا دعانا تعالى لهذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قبل ما تفكر تعمل أي تصرف، فكر أن التصرف ده أين هو في ميزانك يوم القيامة؟ هيثق الحسنات ولا هيثق السيئات؟ ها؟ لا ننسى أننا سنحاسب عن هذه الأخلاق، عن هذه التصرفات. ولا فينا من يحاسب؟ إذا قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جزء كبير من علاج يقينك بالآخر ووضعها في حساباتك. يبقى مع أي تصرف يا ترى هذا العمل يزق الموازين حسناتي ولا يزق الموازين سيئاتي؟ زق الموازين سيئاتي تذهب به للنار. طب أنا أتحمل أن أسلك سلوك يؤدي لي لجهنم؟ جهنم. غضبت، زرت، ملئت غيظ، انتقمت، السلوك ده ممكن يجهنم. وضع امر الاخره وسط عيني من اخطر الادوى التي تعالج بها امراض النفوس وافاتها. وافاتها اذا قلت تعالى قد افلح ايه؟ من زكاها. كل اللي نذكره ده تزكيه لنفسك. وقد خاب من دساها استسلم لها وجعلها تقود في الضلال الغليظ. لذا السلف نظروا للنفس على انها عدو كالشيطان تماما تماما، فقاوموها ان تتحكم فيه كما قاوموا الشيطان. لذا يقول بعض السلف: وجاهد النفس، وجاهد النفس والشيطان وعصيهما. وجاهد النفس، بدأ بالنفس لأن النفس أخطر من الشيطان. الشيطان ممكن يقول لك اعصي، بس إن أنت لو لم تطيعه يجيب لك حتة تانية. النفس تلح على نفس الحتة عشان تميز بين وسوسة نفسك وشيطانك. الشيطان مثلا إيه يقول لك: طب وصل فلانا، أنا هبط وصل. طب يقول لك سامع كذا، يصرفك على حاجة تانية فيلطشك من حتة تانية. النفس لا، انت غطيت بصرك لك يا سلام. طب بص على مستنس، طب طب ايه في ايديها، طب اقرا في اي حاجه، المهم يعيدك النفس المعصيه. النفس تردك على نفس الشيء، الشيطان يصرفك من شيء لشيء. اذا قالوا واخذ يعني وعصيهما وخالف النفس، وبدا بالنفس وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإما حضاك النصح فاتهي. حتى لو أخلصت لك النفس في النصح اعلم أنها مجرمة. نصحها يديك في ذلك. وكذلك الشيطان، وإما حضاك الشيء المحض الخالص، وإما حضاك النصح يعني نصحوك نصيحة محضة خالصة جدا، اوعى تنصح لهم، دول مجرمين الدين، نفسك وشيطانك. وخالف النفس والشيطان عصيهما، وإما حضاك النصح فاتهمي. واضح المعنى ده؟ ها؟ بل يقول آخر: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ احفظ المعنى دي: إني بليت بأربع ما سلط إلا لأجل شقاوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لابد من مقاومة هؤلاء الأعداء جميعا. نفسك في صدرك، هواك في صدرك، شيطانك يوسوس لك عن طريقه، انت مطالب بكل دول. حب الدنيا كاف ان يسلط نفسك على قلبك، كاف ان يمكن هواك من نفسك، كاف ان يؤلهك، يجعلك تؤله نفسك هواك.
حب الدنيا رأس كل خطية. هذه البلاد الأربعة أنت مطالب بإقامتها ليل النهار. قاومت وتذكرت الآخرة من أعظم العلاجات في الآخرة. ولذلك رب العباد نص القرآن اللي بحر ذكر الآخرة وقع في العدوان أثم بحاله. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فعد كل ما كذب يوم الدين معتد أثيم، معتدل على غيره، أثيم بينه وبين ربه. ولم يقل آثم، قال أثيم. أثيم صفة مبالغة، عارف الفعيل، يعني شديد الاسم كثير الاسم، أخطأ ما ليس لها أحد. إذا اليقين بالآخرة من أعظم الأدوية التي تعينك على نفسك، على هواك، على شيطانك، على الدنيا والتعلق بها، أعداءك الأربعة. كل هذه أدوية أنا أذكرها حتى نضع كل هذا نصب أعيننا مع أي تصرف يقع لنا. ونهاية نفسنا دائما إن إحنا في حرب ضروس مع هؤلاء الأربعة، مع هؤلاء الأربعة. نفسي لا أمكنها مني، شيطاني لا أمكنه مني، هواي لا أمكنه لا مني ولا من نفسي. إذا قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعل هذا سبيل الجنة. خوف عمل قلب، ومن أعظم ما يورث الخوف الخوف من الآخرة. ولمن خاف مقام ربه، لقائه ساعة عرض عليه، ها، ونسكنك الأرض بعده، سبب التمكين في الأرض، ذلك لمن خاف مقام ربه وعيد. فالخوف عمل قلب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لم يستسلم لنفسه ولم يجعلها تستسلم لهواه، فلم يتحكم فيها الهوى لتقوى عليه ولم تتحكم هي فيه. من عالج هذا من نفسه استحق جنة ربه. هذا علاج لأمراض الصدور. وأما من الآن كلها في الصدور، ليس في عمل آخر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا من أخطر القضايا التي بها تعالج النفوس ذكر الله والآخرة. إذا وجدت في نفسك الغضب تذكر أنك عبد لربك، وأن ربه يحاسبك، وأن أمامك لقاء مع الله عز وجل، وأن عملك سيعرض الله بدلك. فماذا تقول لربك إن وقفت بين يديه؟ ذكر كل هذه المعاني من أخطر أسباب علاج الغضب.